مشاهدينا مساء الخير واطلاله جديده وحلقه جديده من برنامج الجسر. النهارده بندخل عالم الادب الصيني واللغه الصينيه من خلال روايه لاديب صيني معروف ومشهور حصل على العديد من الجوائز. الروايه بعنوان الفرار عام 1934. عنوان الروايه مهم جدا لان جزء من عنوان الروايه مرتبط باحداث الروايه مع التحفظ على 1934، لان لما هنشوف التاريخ وهنقرا الروايه هنلاحظ ان التاريخ ملوش علاقه باحداث الروايه. احداث الروايه ترتبط بفكره الهجره او التنقل او الترحال او الفرار من ظروف اجتماعيه واقتصاديه. جزء من الاحداث اللي بيقدمها الاديب في الروايه هي مرتبطه بشكل ما بسيره ذاتيه للاديب الصيني. الفرار روايه مهمه جدا بتقدم نموذج او جزء من شكل الحياه الاجتماعيه اللي موجوده في الصين في فتره زمنيه معينه، لكن الاديب بيبعد عن فكره تحديد الزمان في الروايه، بيسيب زمان مفتوح جدا. لكن 34 هنعرفه من خلال مترجمه الروايه الاستاذه يارا المصري. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. الفرار 1934 هي من اهم الروايات نقدر نقول اللي تم انتاجها مؤخرا في الصين، وتم ترجمتها من اللغه الصينيه الى اللغه العربيه. الكاتب ليه تاريخ وسيدي طويل جدا مع الادب الصيني، ويعتبر من اهم الادباء اللي موجودين على الساحه في الصين في الفتره الاخيره. لو اتكلمنا على الكاتب بشكل سريع نعرف بعض المعلومات عنه. الكاتب اتولد سنة 1963 في جنوب الصين، وحاصل على شهادة من جامعة المعلمين في بكين قسم اللغة الصينية، وابتدى الكتابة في سن مبكرة. يعني الرواية دي أول حاجة كتبها، يعني الفرار في عام 1934 هي الرواية اللي شهرته ونقلته، وكانت الرواية الأولى ودي كانت الرواية الأولى. هو حاصل على جائزة البوكر عام 2009 عن رواية مهمة جدا 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 اسمها قارب النجاة، وحاصل على جائزة رفيعة جدا في الصين هي جائزة لوشون، ودي واحدة من أرفع وأهم الجوائز في الصين. وهو طبعا كاتب من كتاب الطليعة في الصين، وده تيار أدبي ظهر بعد الثمانينات، فهو يعني يعتبر من الكتاب اللي ليهم أهمية جدا 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 على يعني في المشهد الأدب الصيني وفي المشهد في العالم. طب بالنسبة للمشهد العالمي، احنا كنقدر نقول على الساحة العربية أو الثقافة العربية كان عندنا اطلاع شوية بفكرة الثقافة والأدب الصيني، أو عندنا اطلاع بالقراءات أو بالإصدارات الخاصة به، ولا لما بدأت الترجمة مؤخرا بعد الحصول على العديد من الجوائز؟ هو الحقيقة كان أستاذي دكتور محسن سرجاني كان ترجم جزء من رواية لي، وبعد كده يعني توقف عن الترجمة، ولكن ده تقريبا يعتبر أول عمل يقدم إلى القارئ العربي مؤخرا. طب لو اتكلمنا عن فكرة الفرار عام 1934، ويمكن في مقدمة الحلقة قلت 1934 هي ملهاش علاقة بأحداث الرواية، هو حطها كجزء من العنوان. هو حطاه كجزء من العنوان ان هو بيتكلم عن فترة زمنية في عيلته من بداية جده وجدته الى ان ومرام بوالده، يعني على حسب احداث الرواية. فسنة 1934 هنا يعني يعتبر رمز يعني هامشي او ملوش اهمية كبيرة، بس غير الفرار ذات نفسه، بس ما بيكونش انعكاس لفتره زمنيه كان بيمر بيها المجتمع الصيني في فتره الثلاثينات. لا ملوش اي علاقه بفتره الثلاثينات في الصين خالص خالص. غريب فعلا ان هو يحطه في العنوان او يكون جزء من العنوان. هو ممكن يكون زي ما قلت لك ان هو فتره زمنيه، لان ممكن يكون جده وجدته كانوا عايشين في الثلاثينات في الصين، وهو مسك الفتره دي وابتدى ان هو يعني يسرد الاحداث كلها الى ان وصل لحد والده. هنيجي للعنوان برضو الفرار. يمكن قبل الحلقة كنت بتكلم مع حضرتك ان فكرة هو جزء من الاحداث بتدور على فكرة الانتقال من البيئة اللي هي نقدر نقول بيئة بسيطة او بيئة القرية للمدينة، ان عائلة بتنتقل من القرية للمدينة. طب ليه ما سمهاش هجرة؟ ليه ما كانش فكرة الترحال او فكرة التنقل؟ فكرة الفرار دايما بيكون فكرة الفرار من الخوف او من الجوع او من الظلم، في جزء بيدفع الانسان لفكرة الفرار. هو هنا كان قصد المعنى ده بفكرة ان في ظروف قهرية جدا خلت فكرة الفرار مش الانتقال او الهجرة. ده حقيقي. يعني هو طبعا على حسب الرواية القرية اللي هو كان عايش فيها مرت بمجاعة، ومرت بوباء الكوليرا، مرت بفقر، مرت بظروف كتيرة جدا خلت ان السكان فيها يطلعوا واحد ورا التاني، يعني يهربوا ويفروا من القرية اللي بقت تمثل ليهم يعني مصدر شؤم.
فابتدى الناس تنتقل من القرية إلى المدينة ويعملوا في حرف وإلى آخره. فدي ففكرة الفرار هنا كانت الفرار من الخوف، من المعاناة، من القهر، من الظلم، من المرض، من الموت. طبعا لان الرواية تقريبا معظمها يعني في ناس بتموت ومع الوباء وكده، في ناس بتفقد ارواحها، ومع المجاعة في ناس بتفقد ارواحها. فدي كانت السبب ان انا ترجمتها حتى الفرار مش وهو ده العنوان الاصلي، وهو ده العنوان الاصلي، وانا فضلت اسيبه على العنوان الاصلي. طب فكرته هو بيعمل، نقدر نقول حياة الأسرة في القرية وحياة الأسرة في المدينة، كان بيعمل فكرة المقابلة أو المقارنة بين شكل الحياة هنا وشكل الحياة هنا، المجتمع الصيني البسيط اللي موجود في القرية والمجتمع الصيني اللي موجود في المدينة. هو المجتمع الصيني في الحقيقة أغلبه يعني أرياف، قرى، يعني حتى قرى، حتى الناس اللي بتشتغل في المدينة مثلا ساعة الأعياد وكده بترجع لمسقط رأس اللي هو في معظم الأحيان بيبقى القرية أو الريف عامة. فهنا في فكره برضو المقارنه والمقابله ما بين المجتمع الريفي البسيط اللي احيانا في مجاعات وفي امراض وفي الى المدينه بالحداثه بتاعتها والتطور ويعني الى اخره. طب هو ركز على الاسره الخاصه بيه ولا على عدد من الافراد اللي كانوا موجودين في القريه هو من خلال الفرار او الهجره؟ هو كان في شخصيات فرعيه بره الاسره، بس دي كان ليها مثلا التداخل في النص بيبقى بسيط جدا، ولكن هو كان بيتكلم عن اسرته بشكل اكبر، يعني جده وجدته ووالده وزوجه، يعني زوجه جده. ويعني فهو بس عيلته، ما طلعش بره العيله. حتى الشخصيات الفرعيه كانت لمجرد بس ان هو بيذكر الاحداث اللي حصلت. هو بيقوم بشخصيه الراوي للاحداث، هو بيقوم بشخصيه الراوي للاحداث، واحيانا بيكون هو جوه الحدث بما انه فرد من العيله او الاسره. فهو مش الراوي بس، ساعات بيتكلم، بيجي راوي او بيتكلم بضمير المخاطب. يعني هو في طبعا تعدد للشكل السرد في الروايه هنا. طب هو اعتمد على اي شكل؟ فكره نقدر نقول فكره الاسترجاع او الفلاش باك زي ما بيتقال، فكره استرجاع الماضي بيرجع يربط بين الماضي والحاضر، او فكره بين القريه والمدينه، كان في الجزء ده موجود في السرد؟ هو طبعا الكاتب ده تحديدا يعني ليه اسلوب مميز في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكتاب. اولا ان هو بيتنقل كتير جدا ما بين الازمنه، يعني قد يكون مثلا في فقره ما يتحدث مثلا عن الحاضر وينقل فيه للماضي، او يعني يسترجع حاجه في الماضي او يتحدث عن حاجه في المستقبل. فدي كانت ظاهره قوي في الروايه. يعني نقدر نقول الماضي والحاضر والمستقبل، الماضي والحاضر، فيه تنقل في الازمنه بطريقه ذكيه كمان، يعني لا تشتت القارئ اثناء قراءه الروايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه استخدام الرمز، وده يعني حتى في الصين يعتبر الكاتب ده من اهم الكتاب القادرين على استخدام الرمز جوه العمل. طب الرمز هنا بيكون فكره الاسقاط او البعد عن ايه؟ يعني معروف ان الرمز ممكن يكون لجزء سياسي او جزء مرتبط بالدين او بالعادات والتقاليد او الحاجات اللي ممكن نقول ان هي ما بتكونش مصرح بيها بشكل كبير قوي الكلام او الكتابه عنها في اي مجتمع. الرمز اللي هو قدمه في الفرار كان مرتبط باي جزء؟ هو طبعا كان بعيد عن الجزء السياسي خالص، بس هو يعني احيانا بيفضل ان هو مثلا لا يرمز الى الريف او يقول الريف. فجاء في الرواية دي مثلا ان هو كان بيتحدث عن الفئران، فالفئران يعني عندهم هناك ده رمز كلاسيكي جدا للارياف. كان مثلا في ورد هنا كان عايز يتكلم عن الفساد او عن الايمان بالخرافات والخزعبلات، فكان جايب كان بيتحدث عن جرة خزفية ودواء للياس. وطبعا بيحكي قصته ويعني في الاحداث، ولكن هو كان طبعا القصد بيه ان الناس دي عايشه في الريف بتؤمن بالخرافات والخزعبلات والقصص القديمه، وان مثلا لو حطينا مثلا عشبه من دي على دي هتخلينا يعني تدينا عمر طويل والى اخره. فهو يعني اسلوبه اقرب الى الاسلوب الشعري اكتر من الروائي، بيستخدم الرمز بشكل كبير جدا. وطبعا الرمز معروف ان طبعا الشعراء اكتر، يعني اكتر الناس اللي بتستخدم الرمز في القصائد. في القصائد
ولكن هو بيوظف الرمز هنا بطريقة يعني جيدة جدا، وتقريبا في أغلب الروايات اللي لم يكن كلها. طب احنا بنتكلم هنا عن فكرة الأسرة اللي انتقلت من القرية للمدينة، الأبطال الرئيسية اللي موجودين، هل زي ما حضرتك ذكرت الجد والجدة اللي هم أساس الأسرة اللي تم الانتقال من خلالهم مع الأجيال اللي بعد كده، وهو كان جزء من الحدث من خلال الراوي أو من خلال أنه فرد من العيلة، والجزء اللي احنا بنتكلم فيه فكرة الفرار، هو كان الفرار من فكرة الأحداث أو المجاعات الموت اللي موجود في القرية، بيخيم على الرواية بشكل كبير جدا جزء من الكآبة، جزء من نقدر نقول السوداويه شويه في الكتابه، فكره ان في لغه قاسمه شويه في تقديم المجتمع الصيني. لا، هو مش تقديم المجتمع الصيني عامه، ولكن هو ك ك ك ك كتجربه ذاتيه لي. الروايه دي تحديدا يعني اتكلم فيها كتير جدا عن الموت، وكان فيها فعلا يعني كآبه وسوداويه، لان يعني دي احداث اللي حصلت او اللي هو بيحاول يتخيلها عن اجداده او الحياه في المكان اللي هو كان عايش فيه. طب ليه هو محددين زمان؟ ما هو بيتكلم عن العيله وتاريخ عيله معروف، مفروض ليه فكره ان هو كان بعيد عن فكره الزمان في احداث الروايه كلها؟ لان هو اعتقد هو ككاتب ساعات يعني يحب يميل الى الغموض شويه، وانه ما يكونش فيه اي ما تكونش كل حاجه واضحه، زي كده استخدام الرمز والى اخره، يعني بيميل ان يبقى فيه شويه غموض، او عشان نوعا نتفائل زي ما لا او فكره ان ممكن يكون فكره ان الاحداث دي متكرره، هتكون في اي زمان واي مكان داخل المجتمع سواء الصيني او المجتمع العالمي، ان هي موجوده على مدى زمان. وده ممكن يكون برضو تحليل تاني للموضوع. في جزء من الروايه هو بيقدم ان فكره الانتقال او الفرار ما كانتش الحل. هي ما كانتش الحل فيه. ان الفرار ليس حل للظروف الاجتماعيه اللي كانوا بيمروا فيها في القريه. كون ان هو يقدم الجزئيه دي، يعني ان كان في متاعب واجهت الاسره او في مشاكل واجهت الاسره لما انتقلت للمدينه، او فكره ان المدينه ما كانتش او ما كانش الفرار للمدينه هو الحل الافضل للانتقال. الاسباب اللي خليته يقدم مقوله ان الفرار ليس حلا. هو ده لان طبعا على حسب احداث الروايه تقريبا، يعني الاشخاص اللي انتقلوا للمدينه مروا بمتاعب كتيره جدا وماتوا في الاخر. يعني هو فروا من الموت في القريه، هم فروا من الموت في القريه وفروا من المتاعب والامراض اللي لقوا في الاخر، يتعرضوا لمتاعب في المدينه ويموتوا في الاخر. فتقريبا الفرار هنا ملوش حل، يعني هربوا من مكان، راحوا المكان واجهوا نفس المصير في الاخر. طب هو هنا بيقدم لي فكره لما يكون شخص عنده متاعب في مكان، او فكره وجود مشاكل في مكان، فكره انه يواجه المشاكل داخل المكان، ده المفترض لأن او ده اللي هو عايز يقدمه او يقوله، ده برضو اللي عايز يقدمه. لان حتى دلوقتي يعني المفروض يعني اي شخص بيواجه مشكله او حاجه يعني لو هرب منها مش ده مش حل، يعني يا اما هتواجه المشكله وتلاقي لها حل في مكانها، او ان انت او تحلها، مش ده عمره ما كان حل لاي مشكله الحقيقه. دي كانت اول روايه للكاتب. لو استعرضنا بعد كده، ويمكن انت على اطلاع بالادب الصيني بشكل كبير جدا من خلال الترجمات ومن خلال القراءه عن اللغه الصينيه، اختلفت اللغه والموضوعات اللي قدمها في الروايات اللي بعد كده، خاصة الروايات اللي حصل عليها على جوائز زي جائزة البوكر الآسيوية اللي حصل عليها سنة 2009؟ 2009؟ لا، هو الحقيقة يعني الفرار جاء بعديها حوالي 3 روايات قصيرة تانية بتتكلم برضو عن نفس الموضوع، وهو العودة إلى القرية والذكريات هناك. هو كان مهموم القضية دي بشكل كبير؟ هو معظم الكتاب الصينيين مرتبطين جدا بفكرة مسقط الرأس، ان وهو دايما يعني هو دايما يقول انا ذكرياتي كلها حوالين مسقط الراس والطفوله، ودايما كتاباتي يعني دايما كتاباته بيظهر فيها كده. عنده برضو جانب تاني، ان هو من اكتر الكتاب الصينيين اللي كتبوا عن المراه، وحللوا نفسيه المراه بشكل جيد جدا. المرأة في المطلق ولا المرأة الصينية؟ المرأة الصينية، وممكن يعني برضو نطبق عليها المرأة في أماكن أخرى بالمطلق. يعني ليه رواية اسمها زوجات وخليلات، والرواية دي تحولت إلى فيلم، والفيلم رشح لأوسكار. ودي برضو رواية يعني مهمة جدا، ودي تم اختيارها ضمن أفضل 100 رواية صينية في القرن العشرين. بالظبط، هي رواية مهمة جدا، وحاليا أنا الرواية دي يعني هبدأ ترجمتها قريب.
لان برضو يعني غير جانب مسقط الرأس وغير جانب القرية والريف وكده، لازم نقدم العمل اللي بيتحدث فيه عن المرأة، لان هو معروف ما بين الكتاب الصينيين وعالميا حتى بقدرته على معالجة الأمر. طب الجزء اللي خاص بالكتابة والاسلوب الادبي اختلف في الرواية الاولى عن رواية مثلا زوجات ومحظيات؟ لا، لان نفس الاسلوب ونفس الرمز. هو طبعا لازال يستخدم نفس الرمز، ويمكن في زوجات وخليلات بيستخدمها بشكل اقوى، بيوظفها بشكل اقوى جدا جدا من الفرار. فيعني ده اسلوب تكرر في يعني انا مثلا لو قرات الكتاب من غير ما اعرف ان هو الكاتب المؤلف، إن هو نفس المدرسه او نفس الكاتب، انا هعرف ان هو ده الكاتب لان اسلوبه مميز. طب في مشاكل واجهتك وانت بتترجمي عن اللغه الصينيه؟ بس احنا نقول ان ده كاتب معاصر، ففكره اللغه اعتقد لغه موجوده منتشره في الصين دلوقتي، فكره ان انا اترجم عن اللغات اللي بتكون نقدر نقول لهجه قديمه شويه او لغه كانت في بدايه القرن العشرين او اخر القرن التسعتاشر، دي بيكون فيها مشاكل لان بعض الالفاظ او المصطلحات بتكون اتغيرت. لكن كان في مشاكل غير فكره اللغه واجهتك وانت بتترجمي؟ لا، الحقيقه في الروايه دي تحديدا انا ما واجهتنيش اي مشكله في اللغه، لان طبعا هو بيكتب بلغه سهله وسلسه، لا مش بيدخل عاميه كتير في الروايه، العاميه الصينيه اطلاق العاميه الصينيه، ما فيش اي مثلا احداث تاريخيه تستدعي ان انا ارجع وادرس واعرف هي كان قصده ايه في طب الروايه. فكره الرمز والاسقاط، ما هو ده مش يعني المفروض يكون على ان المترجم يكون على درايه بجزء كبير جدا من تفاصيل المجتمع وعاداته وتقاليده، زي ما حضرتك قلتي ان في جزء مثلا هو مش عايز يقول الريف او القريه فبيرمز ليها بالفئران، فلازم حضرتك تكون او المترجم عارف جزء من الثقافه الصينيه بشكل كبير جدا. بالظبط، ما ده عمل المترجم قبل ما يبتدي يترجم قبل ما يبتدي يترجم اي عمل، لازم يقرا عن الخلفيه الثقافيه الاجتماعيه النفسيه السياسيه التاريخيه للعمل قبل ما يبتدي يترجم، عشان يتكون فكره عن اسلوب الكاتب، او لو مثلا وقف في حاجه في الترجمه يعرف ان الكاتب كان مثلا بيتحدث عن هذه الفتره. ففكره القراءه والبحث قبل الترجمه دي مهمه جدا جدا قبل لاي مترجم. طب الجزء اللي مرتبط بالعادات والتقاليد اللي قدمها عن المجتمع الصيني، وزي ما ذكرنا في الحلقه ان كان في جزء مرتبط بالخرافات او فكره الاعتقاد في بعض المعتقدات الشعبيه، ما ده جزء نقدر نقول ان موجود بشكل ما في المجتمع الصيني، بس في جزء منه اختفى في السنوات الاخيره مع ظهور التكنولوجيا والتطور والاجيال الحديثه بتبعد بشكل كبير جدا عن فكره المعتقدات الشعبيه. بالظبط. فكره الترجمه بقى في الجزئيه المرتبطه دي، ده منتشر يعني فكره انك تعرفي انه يقصد المعتقد الشعبي ده؟ ما هو دي بتيجي برضو من يعني القراءه، وانا يعني قرات كتير انا قرات كتير عن العمل قبل ما اترجمه من خلال الدراسات اللي اتقدمت من خلال الدراسات اللي اتقدمت كتير جدا عن العمل. كان في دراسات عربيه ولا كلها غربيه؟ لا، كلها باللغه الصينيه للاسف. يعني ما فيش دراسات غربيه حتى باللغه اجنبيه زي الفرنسيه او الانجليزيه؟ كان في باللغه الانجليزيه، ولكن مش دقيقه ومش مستفيضه زي طبعا الترجمه زي اللغه الاصل. فطبعا قرات باللغه الصينيه مقالات كتيره جدا اتكلمت عن الروايه دي. طب اهم نقدر نقول المحاور او النقد اللي تم توجيهه للروايه سواء ايجابي او سلبي؟ هو لحد دلوقتي انا ما قراتش اي حاجه سلبيه عن الروايه، كان كله ايجابي، وطبعا يعني زي ما قلت لك هم بيعتبروه كاتب متميز في استخدام الرمز، استرجاع الذكريات، التنقل ما بين الأزمنة، فكرة ان هو يتكلم عن تاريخ عيلته بالسلاسة، وان هو يحكي يعني يلم بمعظم التفاصيل في عمل واحد قصير، وده يعتبر عمل قصير مقارنة بالأعمال التانية. فدي احد الحاجات الإيجابية اللي اتكلموا عن الرواية. طب احنا قلنا في مقدمة الحلقة ان هي بشكل ما هي تعتبر جزء او سيرة ذاتية للكاتب. السيرة الذاتية بتكون محكمة بقوالب معينة، وده احنا عارفينه في اللغة العربية او من خلال الكتابات اللي بتقدم سيرة ذاتية او الكاتب بيقدم سيرة ذاتية عن نفسه. الكتاب هنا او اللغة الصينية او الادب الصيني لما بيترجم او بيقدم لي سيرة ذاتية او الكاتب بيقدم سيرة ذاتية عن نفسه، هي نفس القالب اللي موجود عندنا في الادب العربي ولا مختلف شوية؟ هو يعني
يعني هو ايه مفهوم السيرة الذاتية؟ السيرة الذاتية شخص بيحكي عن حياته ومواقف تعرض لها مدعمة بتواريخ وصور أو أحداث وإلى آخره من الحاجات دي كلها. دي موجودة في الأدب الصيني جدا، يعني رواية الذواقة اللي أنا ترجمتها مؤخرا دي سيرة ذاتية بالحرف، يعني التواريخ اللي فيها التواريخ التاريخية مظبوطة، كل شيء حدث. لكن الفرار نقدر نقول اقرب للسيره الذاتيه. الفرار الذاتيه، الفرار ليس السيره الذاتيه ولكن هي اقرب، يعني ممكن نقول ان الكاتب تخيل مكان ما، يعني هو كمان لم يعني حتى اسم القريه اللي موجود مش هو اسم القريه اللي هو جاي منها، غير يعني اسم القريه، يعني هو لم يشير الى اسم القريه اللي هو جاي منها تحديدا، قال انا جاي من القريه الفلانيه. بس احنا واحنا بنتكلم كنت بتقولي ان الادب الصيني او الاديب الصيني عنده اعتزاز بفكره مسقط الراس، ودايما كان بيحاول الادباء بيقدموه في اعمال كتير جدا. طب ايه الفكره ان هو بيقدم جزء من سيرته الذاتيه لكن فكره ما يقدمش اسم القريه الاصليه اللي هو اتولد فيها؟ ده جزء بقى من غموض انا شخصيا يعني بفكر في مرحله ما اساله عليه، لان هو حتى قال قبل كده انا اعطيت القريه هذا الاسم، وهي يعني هو المكان في جنوب الصين، في مكان ما في جنوب الصين، ولكن هو ما قالش فين تحديدا ولا اي مكان. فممكن يكون السيره الذاتيه يا اما يشير الى الاحداث بالضبط، او ان هو يتخيل المكان ويدخل الاحداث الحقيقيه او بعضها في 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 في, في, في السياق. الاسلوب اللي اتمتع بيه احنا قلنا ان هو عنده جزء الرمز والإفقاد بشكل كبير جدا. الأسلوب بقى في الكتابة في تركيز وتكثيف ولا في استفاضة وتفاصيل بشكل كبير جدا؟ يعني هو من الكتاب اللي لما بيجي يوصف حدث أو مكان بيقدم جمل قصيرة مكثفة ولا بيكون فيها تفاصيل بشكل كبير؟ لا، هو بيقدم جمل قصيرة مكثفة في بعض الأحيان، وأحيانا جمل قصيرة يعني تكون يعني مش عارفة أقول لك إزاي، يعني متوسطة أو متوسطة، ولكن هو لا مفيش الاستفاضه في يعني في الوصف، لا هي مكثف زي ما قلت لك، لان رمز مع التكثيف هو اقرب الى الـ 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 الى طريقه كتابه الشعر اكتر من كابيات كابيات اكتر من ان هو بيكتب الروايه بالشكل اللي احنا عارفينه. في النهايه انا بشكرك المترجمه يارا المصري، وشكرا على وجود روايه الفرار عام 1934، وان احنا تعرفنا على جزء من الادب الصيني بشكل ما. شكرا ليكي. شكرا جزيلا مشاهدينا، شكرا ليكم، والاسبوع الجاي حلقه جديده من برنامج الجسر. الى اللقاء.